شنت مجرد جاي امثل لكم بزونه جاي تغرق. وين لازم تقلدني باللبس؟ ليش لابسه مثلي؟ ناقصك بس لحيه. داليا شلون الاكل كان؟ نسمه شلون الاكل كان؟ نبلش الانترو؟ اي الانترو راح تبدي هسه. يعني هي قهوة توعون بالمنيو؟ ختلنا على مود داليا ترجع من الحمام وما تلقانا، احنا كنا قاعدين هناك. صراحة تجي تدور علينا، ليش؟ كيفنا هيك عاجبنا يعني. اجت قاعدة تدور. ايش قد بعرف؟ هذا علي منو؟ عقل شنو هاي السلفي ستيك؟ السلفي ستيك هيك راح يسويها مقدمة؟ هاي خليها الفوفو من ترحين ها ينظف بها اسنانه. اجت القهوه وهسه نقدر نبلش الانترفيو مالتنا. من عنده سؤال؟ ماي ماي تحب التصميم العربي لو الاوروبي؟ كان انتيريو ديزاين يعني؟ العربي اعشقه لان ما تخليني اجاوب. العشق ممكن اجاوب؟ العشق العشق يعني باشن. لا الحب يعني حب. ترجم كلمة عربية بعربية. واو ممكن اجاوب على السؤال هسه؟ جاوب يلا زوم. انا اتصور يعني اعشق الديزاين العربي لان بتفاصيل متعوب عليها وفيها معنى. بس مثلا احتاج كونتراست، مثلا البيت اللي اعيش بيه ما اقدر اعيش بديزاين عربي، لازم ديزاين اوروبي. ما اعرف، احس احس الديزاين العربي بالبيت يخنق والوانه هوايه ومشعشعه، وواحد يحتاج انه بيته يكون شويه هادئ من يرجع البيت الالوان تكون هادئه، بس من يطلع مطعم يطلع بالمدينه يفطر حلو انه يشوف فوانيس واشياء حمر ونافورات وديزاين عربي يعني. اي اي من تحب اكثر؟ فوفو ولا روى؟ اثنينهم محبتهم تختلف. زين. واثنينهم على نفس المستوى، وكل واحد بميزه تختلف. ويعني من اشوفهم ما اعتبرهم اخوان، اثنينهم شخصيتهم تختلف، وكل واحد يعطيني شيء مختلف وانا اعطيه شيء، يعني ما نقدر نقارن. شنو افت شيء عند فوفو انت تحبه؟ فرات حياته الاجتماعيه وبالشغل هو ليدر. ليدر يعني الليدر عكس المدير، المدير يعطي اوامر، الليدر لا يشجع. فراد دائما يشجع بالشغل ويا اصدقائه ويا عائلته، يلا شباب تعالوا خلينا نطلع، تعالوا خلينا نلعب، تعالوا خلينا نروح فلان مطعم، وبالشغل نفس الشيء، فهذا شيء يعني مميز بفراد يعني، وما شفته بغير ناس انا تعرفت عليهم بحياتي. باع فلوسه حطته بجيس. لو ايش سويت؟ وقعت قهوه. ليش؟ ليش؟ من جمالكم. او ماي جودنس. لو ايه اذا تقدر تبوق اي شيء من شقه فوفو اي شنو؟ الريح. لو ايه عندما تعشق القهوه. اوكي لقينا حل، راح اروح اشتري ملابس على السريع. خليت نسمة تمشي قدامي حتى ما حشوف بنطروني. ما اريد اسود. داليا ماخذ المهمه بكلش بجديه. او ماي جاد عند اللي ورا. عبر زين وقعت القهوه على وانطرانه. مو حجه هي. شوفوا اللون مال هذا السماء، هذا يسمونه فانيلا سكاي. وعدكم طبعا الباميه سكاي، بس ذاك غير يا مالكم اياه. شافك زينب. شنو؟ انت شايفه كاتبه تعزم على شاورما؟ خطيه ينزل لي للسياره يعطيني لفه ويروح. يعني لو هاي لو هاي استقري على قرار. وانا انتظر شاي الكرك. ثانك يو. هذا شاي نمبر 1. يلا احنا هسه راح نتفرج زينب راح تشرب شاي. واللفه بعد مو خلصتها، شنو بالاقساط ماخذتها؟ صفره. يعني هنا سناب هنا زين. كافي ارجع. يلا مو انت مشهوره. مشهوره. يعني تيتكس طالعين عادي، لفه ما تعرفين تاكلين قدام الكاميرا. يعني شلون اكل؟ اكو مكرويه.
شوف بشرفك ايش قد انا حذائي احلى حذاء انا موتي احلى شوفها مايكل جاكسون العماره صوروا الموتي تحيه لاحلى العماره وشعب العماره وردح العماره واي شيء له علاقه بالعماره. زين بما انه انتم تفتهمون بتاريخ العراق زين اذا الشعب كله شالوا للعماره باقي المحافظات منو باقي ساكن بيها؟ بكل الاعراس شالوا للعماره. ادري العماره يعني كم طابق بيها يعني شنو؟ باي. كلمه اخيره للجمهور سلمنا على عمه كلش هوايه يعني الا على الفلوق سلم على عمه. اوكي اوكي يلا باي سي يو باي. الحب هو احساس بين شخص وشخص، ام وابنها، اخ واخته، زوج وزوجته. ما حد يقدر يقرر انه يحب او ينحب، احساس ينفرض عليكم، والحب يخلينا نسوي اشياء احنا مو بطبيعتنا نتنازل منها او نسويها على مود نسعد الثاني. الصداقة هي علاقة بين شخص ومجموعة اشخاص موجودين بنفس الجروب. اصدقاء عادة يتبادلون نفس الرأي، يتبادلون نفس الطموح، ويتبادلون نفس الاكتيفيتيز والطبات والطلعات ونفس الونسة ونفس الضحك، وبنفس الوقت واحد يساعد الثاني بالاوقات الصعبة. انا متأكد انه انتم عندكم هواي انواع من الاصدقاء، عندنا المعارف، عندنا الاصدقاء، وعندنا البيست فريندز. انا شخصيا ومن فترة كلش طويلة مطي اهمية للصداقة اكثر من الحب. احب اصدقائي الولد بقد ما احب صديقاتي البنات، لان احنا بالنهاية من صير عندنا مشكلة او من عندنا فكرة نطرحها على ولد افكاره وتعليقاته راح تختلف انه من نطرحها على بنية، واحنا نحتاج انه نسمع الرأيين، لان يوم الايام راح ناس مثلكم يحكمون علينا وانتم ولد وبنات. ومن اليوم اريدكم تحلمون بالصداقة بقد ما تحلمون بالحب، لان الفرق بين الحب والصداقة هي انه الصداقة مثل البيت، ممكن يكون عندكم 20 بيت، كل ما تختنقون من واحد ترحون للثاني، وكل واحد ديكوره يختلف واجواءه تختلف. بعد وجهة نظر يعني انتم بكيفكم، يعني تردون صادقون ما تردون صادقون، تردون تحبون ما تردون تحبون، تردون تاكلون بامي انا شعله.